يقدم لكم هذا البرنامج برعاية جوفامين. جوفامين مكملات غذائية ترافقكم في الجمال والصحة. رمضان كريم مشاهدي قناة النهار، ضيف جديد وعدد جديد من برنامج تشالنج كوك، البرنامج اللي دائما ما تشوفوا فيه الشخصيات نحبوها وتتابعوها باش نكتشفوا مع بعض مهارتهم في الكوزينة. ضيفنا النهار اليوم فنان شاب مغروم بالفن، وهدفنا في تشالنج كوك النهار اليوم انه نرجعوه يحب الكوزينة كيما يحب التمثيل. معايا ومعكم الياس نشام. ضيفنا لنهار اليوم راح يكون الياس نشام اللي شارك في عمل رمضاني واسمه عائلة أمبان. الياس اليوم عندك دو تشالنج، راح تقوم بتحضير دو غوسيت. لا بروميير غوسيت راح تكون المتوم، هو طبق تري فاسيل، اما لا دوزيام غوسيت راح تكون اون موس او شوكولا. ان شاء الله برك ما طيحناش أمبان في تشالنج كوك. ضيفنا في حلقة اليوم هو الياس نشام، واليوم راح ديجا نشوف لك التكنيك كاع راهم يتنمروا عليا باسكو ليميسيون كاع حنجوزها هكذا، مي بون سي با غاف. صح رمضانك ومرحبا بك معنا. صح رمضانك تي ثاني وشكرك على الاستضافة. كيفاش مع الكوزينة؟ صافا تسلكا ولا نقلي زوج حبات بيض ودور؟ ايبا اليوم ماشي بيض كاع، كون سيري سيغتان ماشي بيض نقليها وصافي. لا لا اليوم شوف، اليوم عندك دو تشالنج، عندك المتوم اي جوبونس با ما درناهولكش حاجه شغل تشالنج صعيب، بما انه على بالنا بلي خاطرك الكوزينه. تسمى واش قلنا؟ قلنا متوم دي بولات. لا ماشي كور فاصنع، ما تحملش بالعقل برك. دوك نشوف عندك البرومي تشالنج سي المتوم، دوزيام تشالنج سي لو ديسير سي موس وشوكولا كشعب. عندك 3 جوكر باش دير لي تشالنج ديالك هذوما. عندك الجوكر الاول، يعني كيما الترتيب اللي حبيت نتايا. تقدر تروح سوغ جوجل باغ اكزومبل، عندك 1 مينوت في جوجل تشوف وشنو هي الوصفه. عندك دوزيام جوكر تقدر انه المقدمه او المنشطه تساعدك، وعندك ثوازيام جوكر هو انه تتصل بشخص انه صديق ولا من العائله انه يعاونك يعطيك لي لا غوسيت ولا التقنيه كيفاش تبدا تخدم. انا كي دخلت وشتهم شغل تلفت لي، ما فهمت فيها والو، قلت كيفاش راح نسلكها اليوم. نبداو قبل بليغون. اوكي تفضل. صحيح عندنا كامل لي زاكسيسوار، المهم طيب لنا برك هذا مكان. اوكي كي عطاتي بليغون تخلعت، انا قلت راني داخل بلوك اوبيراتوار، راني ندير اوبيراسيون ولا مي. ومن بعد فهمت باللي باش النظافه وكاع. انا وجدي شوف هاوليك اللحم هو اول حاجه تخدم بها. صبر نعطيك المغرفه لا سباتول هاك. تفضل ها ندير هنا. كلش صح صافي جوسكو لا تو بابي هنا يدير صح. موراها نديرو اتون افي كي راك تشوف هكذا. واش الحاجه الاولى اللي نبداو بها؟ الملح. صافا هاك جاي، ما نخافش عليك. صبر نعطيك لا كويير، عينك هي ميزانك بيان سور. هاي ما كثروش ومن بعد ديكوفري واذا عقل قبح خلاص شويه لا نسحب لا طونسيون خاف عليهم. زيدي زدنا نزيدك دوكا موراها وشنو؟ دوكا نزيدوا لها هذه صح فلفل كحل نزيد صح هذه تتلف لي دائما ما نشفاش عليه، هذه تخلط ليه بيني وبين الكمون. ما قال لك الكمون تاع كارانطيطا تتلف لي بين الكمون وفلفل كحل. يعني اليوم تاني يعني وليت نورمالمون نفرق ما بيناتهم ان شاء الله. مي كوم حنا الثوم هو اساس الثوم، لازم تجاوب على اسئله باش تربح كوسوسوا الثوم بودغ ولا الثوم حب. يا اوكي. السؤال الاول يقول التقطيع بطريقه جوليان هو تقطيع الخضر على شكل دائري شرائح ولا مكعبات؟ هو على شكل شرائح. جولي زعما تعرف كيفاش يقطعوا؟ زعما تعرفش طيب تبع لي فيديو قدام. يلا تفضل جبتها تري بيان. نزيدو نديرو هنا. شحال راح دير؟ هكذا شويه، هذه ماشي كيما الملحه باش تجي البنه وجبال. فينالمون كاين توم مرح يكزيستي، انا ما كنتش كاع على بالي بلي كاين توم مرح يكزيستي. اليوم راني تعلمت حاجه، تسمى فري مانيش ندمان كي درت التجربه هذه. دوك واش نزيدو؟ دوكا عندنا الحبيبات تاع التوم. صح باش طبعا باش تحصل عليهم ولا باش تحصل على التوم لازم تجاوب على سؤال، لانه احنا واش قلنا؟ هذا من الاهم لي زانغريديون لازم يكونوا في بيان سور اسمهم توم سيكتو صحيت. السؤال الثاني يقول
يجب استبدال الملاعق الخشبية كل سنتين، ثلاث سنوات ولا خمس سنوات. خشبية يبدلوها الخشبية كما هادو ليك كما شينوا ليك لو مشينوا. دوك نعطيك انا نعطيك واحد لاستيوس برك وانت تفهم. الخشب هو من المواد ولا من الاشياء اللي ما ترفدش بزاف لي فيروس ولا لي ميكروب. تما حاجه طبيعيه، تما ما يرفدش بزاف لي ميكروب. شحال باش نبدلوه؟ تما الاخيره طويله خمس سنين صحيح. شفتها هاني نعاون فيك. يلا تفضل. عجبتني الشالنج تاع لي كيستيون هذيك بيان. الواحد شغل يزيد يستفاد ومن متابعين تاعنا يزيدوا يستفادوا. حاجه جديده شفناها وصافي بليزي هكذا. علاش نديروا لا شابلوغ في لي بول؟ هذه ما على بالكش. ما على بالكش؟ آه. حاول. حنا علاش نستعملوا لا شابلوغ؟ باش ما تحلش البوله. اكزاكت. راني جبتها باش ما تحلش، باش تقعد. فكرتيني في السفيريه. والله تعرف السفيريه يا نسير. تفضل. لا سمعت بالك دير لي هادي دوك نديروها كاع. تقدر دير غير البياض باش ما تجيكش بزاف. اوكي. باش ما تجيكش بزاف تصفيها ولا ديرها كومبليكي. اذا شفت بلي كتات كومبليكي ديرها كيما تحبي. نديرو نديرو شوف عينك ميزانك. ديرها كومبلي ديرها كومبلي. تعرف فرا بقى ها. ايه معليش ديرها كي نسحق. معليش مليح. واش نديرو نخلطها تصفى؟ دوكا تخلطها تصفى. يلا ورينا حنت يديك دوكا. يدي بيان سيغ. علاش درنا لك ليغو مالا؟ خلط بيدك. لازم تولي لك اوموجين، تولي كاع مخلطه. لي زانغريديون كامل يدخلوا في اللحم هذاك. يلا تخي بيان. اه راك جايبها. العجين ما نخافش عليك. تعطيك برك لي بول بين تحطهم. يلا خصك تفهمها. معليش. هايلك صحة. دير لنا دي بول يتشابهوا. حاول ديرهم يتشابهوا. هذيك باينة. حاول. نبداو. ماشي كل وحده لاطاي تاعها. هايلك. كاين الميزان توزني واقيلا يديروا بالميزان. لا لا ماشي ماشي لهذ الدرجه. الناس بكري يوزنوا بعينيهم. علاش يقولوا عينك ميزانك؟ بما انه حنا سخنا هنايا اتون افي. وشنو هي اول حاجه نحطوها في الطنجره ديالنا؟ الزيت. زيت ولا بصل؟ لا اسنا ولا الماء؟ اسنا الزيت ولا حاجه اللي نقدروا نديروها مع الزيت ترومبلاسي الزيت. حاجه سائله. زبده ولا سمن؟ صحيح. حاجه سائله خلعتني والله. راح تتعلم تخرج من عندنا مثلاً. تخرج تعرف كوزينه في دار الموسيقى الطيابه. خصنا واش جايك في الديسير. شحال نديرو زيت؟ شحال نديرو سمن؟ ديري غير شويه. نص مغرفه. نص مغرفه هكذا يا ناس. اذا جا بزاف فيه سمن خاطيني. هو قال نص مغرفه. هاك ياك ديري. شوفوا نص مغرفه مع الزيت تحسوا سوا نورمالمون. شكون تروح شكون راح يستشفى فيك اليوم كي دخلت الكوزينه؟ اليوم؟ ماكاش انت تو فا بيان. لا شكون يستشفى فيك؟ اللي موالف تقوم تعاونها ومش في الدار ولا انا في الدار نغسل الماء من داك. اه طياب خاطيني. تغسل الماء من مرة في الدار؟ من داك نعاون يما سينو باسكو غير انا معايا يما وكاع خويا. ما احنا حنردوك تولي تعاونها كل يوم رمضان. هادي تاع متون بانت لي. واش بقى طاطا غير دخليه الكوزينه هذا رمضان. متون برك طيب المتون. توم لي ديسير سا ديبون. ديجا لي بول. ولا غير يتشابهوا لي بول. لاطاي وحده. صباح بصنعه واش حاجه. ولا غير لاطاي وحده لي بول. صار عليك شو. واش نديرو؟ نديرو؟ نديرو البصل. يلا. ونزيدوا له شويه توم. خيب يا اصنع برك شويه تفرق. نقلوهم. اه هذه واعره شويه ما صراوهاش. وش بيك عرفت وش بيك؟ اه تري غامريش بينا. يلا تري بيان. وش تحت لي بول طاحت لك لداخل. اه عاود رفتها. اييه حبت تطيب على البكري مازال صبري. حبت تروح وتخلي عليها. على بالك بلي كل ما يدخلوا عندنا الضياف في الكوزينه لا ماجوريتي عندهم لي ديكا اللي طيح البيض اللي يدير ما صرا والو. دخلت عاود تخرج تشبكت عاود تلقى تروحها برا مازال. يلا هاك تشوف بلاني ساعد فيك هذيك باش تلحق في الوقت. ميرسي باسكو شو يستنى فيك في الديسير. ديسير انا واحدة من الناس ما جو مغي با اتخطى بلاص في الديسير ما نكذبش عليك. ديسير نشوفو كيف نسلكو ها وخلاص. الله
هي تسلك تسلك. المهم لي بون شوفي كيفاش جاو. الله الله شوفي شوفي. جاو بالطبع يتشابهوا. انا شهدت لك قلت لك بلي لي بون يتشابهوا. نحط لك لحمه صغيره تاعك يبقاو لك لي زيبيس نتايا. هذه سي بون غادي نغسلوها من بعد. حطها تماك. دركا واش بقى موراها؟ واش راح دير؟ دركا هنا بقى لنا نديرو شويه فلفل كحل وشويه ملح. هذه باينه ما شفتكش هاك عسيتكش فيها. هذه تفضل غير شويه شويه. ها عليك عطينا الملح. الله الملح على صحاب لاطونسيون. غير شويه غير ندير لك الماء يسخن في البويار تاع فاكير وناتوندو باش تمرق به باسكو لابس كي مرقون مرقون بمرقه سخونه ماشي بالماء سخون ماشي بما بارد. اوكي وحنا عندنا كامل الادوات اللي نستعملوهم لهذا الشيء. دونك درنا الماء تاعنا يسخن في البويار تاع فاكير وناتوندو يتقلى لك هنايا البصل. طري بيان ساسون بون الريحه هايله. انت تقول لي شحال نمرقوا؟ ديري ديري صح بالك سي بون يكفي يكفي اك سور. تزيد شويه زيد شويه وين يطيبوا لك ليب زيد شويه. تسمى مرقه بيضاء درناها. ايه يعطيك الصحة. باش تجي حمراء واش نزيدو لها؟ كي تجي حمراء لازم لك لاصوص طوماط و لازم لك لاصوص طوماط كونسيرف ولا طوماط. لازم لك طوماط كونسيرف ولا طوماط تحب. باش ندي دو موديل. ايه خلاص. خاطر ندير لهم بيضاء خاطر ندير لهم حمراء. واش حسبت لك؟ دركا تحط لي بول ديالك بالعقل. نبدا. يلا. نبدا انا حسبت باش القسمة من بعد. القسمة. تري بيان. الى حد لحظتك جايبها الياس برافو. نغطيوها ونخلوها تطيب. نغطيوها عندك ونخليها تتمر على نار هاديه. نقصوا لها النار. نتوما سلاك وسلك كلش والبنه بنه اللي داق الله غير قال لك فور مول الفطور يعني باينه. ونطوندو حنا نمروا الفاصل اشهاري صغير ونرجعوا لكم مع الديزير لاموس وشوكولا واش راه يسنى فيه يا درا واش من جوكر راح يستعملوا. ورجعنا لكم مشاهدينا دائما في التالنت كوك. رانا في موديفاي وايضا رانا مع الياس ورانا دوكا في ليطاب تاع الديسير. وانا مصوحه انا قاعده نخوفك وعندك الحق تخاف. بيان سور لاموس تاع اليوم عندك الحق تخاف. واش راح دير كم جوكر؟ جوكر شفت نديرو مكالمه. لازم جوكر نديرو مكالمه. بمن تتصل؟ نتصلوا شكون راح تتصل بها؟ دوك نقول لك. تقول لي نتصلوا فريدة حرحان. خلاص نتصل بها. تلعب يما في الفيلم معك يما تاع الفيلم. الو مساء الخير. الو مساء الخير ومرحبا بك. صحة رمضانك فريدة. الله يسلمك. صحة رمضانك وصحة فطورك. صحة فطور كامل المشاهدين. الله يسلمك. فريدة شوفي اليوم الياس راهو معنا في تشالنج كوك وعنده ان ديسير كومبليكي فيه شوكولا كاكاو فيه نسكافيه وفيه سكر وفيه لا مايزينا وفيه لا كريم فريش وفيه شانتيي. دبري راسك كيفاش تعطيله الوصفه اليوم في اون مينوت. تما دركا لازم تعطيله كاع الوصفه دوكا. نخليك دوك يبدا الوقت. يلا حاصل سلكيني عندك دقيقه. يلا واش ندير؟ خلاص دير زوج مغارف كبار تاع كاكاو. زوج مغارف كبار تاع كاكاو. ها هو الكاكاو وراهم زوج مغارف. مغارف طولوا عليا صبري دبر مغرفه. هاي هاي زيدي واحدة. كاس غير ربع تاع سكر. كاس غير ربع تاع سكر. اوكي زيدي. زيت ثلاث مغارف كبار مايزينا. مايزينا هادي صح. دو هيا خلاص انا درت. زيدي خلطهم مليح. خلطهم مليح ما تزيد لهم. ريتلا تاع حليب. ريتلا تاع حليب وراهي. هاي ريتلا تاع حليب. هاي خلط مليح. خلط مليح. صبر انا خلط. عندي شويه في الخلاط انا نخربها. هاي ليك درك زيد. اصبري دوك الحليب. دير الحليب. دير الحليب مازال ما درتش الحليب. مازال ما درتش الحليب. غير اعطيلو لا سويت باسكو دوك يخلص الوقت. زيد لا كريم فريش. لا كريم فريش وراهي. كاس. كاس صح. كمل ليا. زيد مغرفه صغيره نسكافي. مغرفه صغيره نسكافي. هاي ليك 150 غرام شوكولا وخلط كلش. هاي فرات سيدي 150 غرام شوكولا وراهي شوكولا. هذه ديرها كاع. هذه مازال شوكولا مش دوكا حطت فوق النار. حطت تحط فوق النار. ايوا نسكافي نسكافي خلاص شوكولا. خلاص بقات شوكولا قالت لك فوق النار. تخي بيان اخلصت المكالمة. وخلاص الوقت. شكرا لك فريدة. شكرا لك لانك ساعدتي وشكرا لانك كنتي معنا.
دونك مازالت كاينه طبقه ثانيه، حنا راح نحاولوا انه نعطوا له دي زانديس سو دي بوين يخرجها ولا ما يخرجوش الديسير تاع اليوم. أوه يخرج خلط مليح باش ما يكونوش عندك كاع لي غرومو. طبعا نحيو الفنانه فريده حرحار اللي اتصلها بينا وديجا نقصت عليك بزاف. اخترت اول جوكر الاتصال لانه على بالي باللي كانت راح تسلكني فريده، وفريده سلكت الحاصلين معروفه يعني هي في الميدان والحمد لله سلكت. ايوا فوالا يلا دوك نكملو نحركو. لازم تكمل تحرك حتى نشوفها تغلي شويه، نحطو الشوكولا فوق ال هاي ليك سيداتي. وشوكولا عطونا بين دوبوها ولا نخلوها هكذا؟ نحطوها هنا تدوب هنا. لازم تقول لي قبل ندوبوها ولا نحطوها هكذاك؟ نحطوها تدوب هنا. صح بصح انت في بالك تحصل عليها هكذاك برك ولا تجاوب على سؤال؟ كيفاش ما فهمتش؟ اول وليت شوف منها باش انا وليت من قبل ما قبل ما نحطوا هذا لداخل تعطي لي سؤال؟ بيان سور اعطي لي سؤال. ما لا عمبات لك زعما تديها بالسهل. اعطي لي سؤال. يلا السؤال يقول باش تتحصل على الشوكولا ديالك وباش دير الديسير اللي هي مهمه جدا في الديسير. اوكي السؤال يقول في اي جزء من جسم الانسان صح يتم هضم ماده الكربوهيدرات؟ عادي ما تقوليش ما تعرفهاش باسكو انت نورمال سبورتيف. تعطيلي ثلاث احتمالات. اعطيني ثلاث احتمالات. يلا المعدة صح الفم اه ام الامعاء؟ تنوع مو سبورتيف نوع ما هذه تعرفها. في الفم صح. في الفم هنا عندك تقول حالهم بكره مريقلها. لا باسكو سي لي كارب ماشي باسكو. فوالا جبتها نزال. خلاص انا راه هو راه يجاوبوا على ربي. يلا تري بيان هكذا ما تحركهاش بزاف على لوندوا باسكو فوالا ايوا قاعد ندور دوكا تقعد تحرك بلا عقل حتى ندوب لك هاكي تشوفي كي تعقد لك مليح طفيها من النار. خلصت عليا بموس وشوكولا. نحب انا موس وشوكولا نحب الاخر ثاني. هي كاين طبقه ثانيه تحب انا نخلط لك وانت تي بريبار طبقه ثانيه؟ اه كاين طبقه ثانيه. اه تعاوني بيان سور لازم تعاونيني واش لازم ولمتي ومويطي باني نعست او ديت انا نعاونك في هذه. اه مليح كي راك تعس فيها كاع. واش حسبت لك واش نزيدو؟ دوكا الطبقه الثانيه. اه نعطيك نص كاس حليب. هاوليك هاوليك صحيت. واش نزيدو؟ واش درت توت على؟ نسكافي نزيدو شويه غير فصغيره ماشي كيما درت توت على. مقبل عيني يا ميزاني باش نديرو نص. ها يلا انا نحب نسكافي بزاف. تحب نسكافي نزيدو؟ يلا خلطها مليح باغ كونتر باش نعطيك الكوير. خلط مليح الخليط ديالك هذا باش النسكافي تطلق في الحليب. هاي الشوكولا دابت كامل. يلا تري بيان دركا باغ كونتر تروح تخدم في الغوبو اللي هيكا صح. هذا الخليط مع شونتيي باش تحصل على شونتيي. نعطيك شوف انا نعطيك الطريقه نعطيك الفكره انت تجاوبني على سؤال وراح تخدمها لهيك. يلا خلاص اوكي يلا باش تحصل على شونتيي لازم تجاوب على سؤال صح. والسؤال يقول ما هي المدينه اللي يطلق عليها مدينه الضباب؟ امريكا لندن ام هولندا؟ باينة هذه لندن. قلت المدينة مزيان الاحتمالات عطيتهم لك بلدان باش تقدر تعرف بلي كاين مدينة نيشان. سهلة عاصمة الضباب. صح دوكا واش راح دير؟ هاد شونتيي مع هاد ليكيد لازم تطلع لك شونتيي في الغوبو تاع فاكير. سهلنا عليك المهمة بالغوبو تاعنا بالبيتخان تاعنا يطلع لك شونتيي سوري سيرتان ما عندكش سبب كيفاش ما طلعش. ما سوريا خلاص يلا نبرونشي لك برك الغوبو. جيبهم ونجي هادو. اه واسي نتوما بصح راني نعسهم لك تانكي. صح نفتح لك برك كيفاش تستعملو. افتحي هاوليك صغيرة. طبعا نذكر المشاهدين منا تخلي لك جاولك مع لي زانغريديون صح. ومن بعد عندك تحبط هاديه هذا نعطيك الطريقه برك تحط لي تروك جاولك هنا لداخل. تري بيان هو سهل الاستعمال كامل البيوت يقدروا يعني كامل الناس يقدروا يستعملوه. درك تحط له ليكيد لداخل. يلا تري بيان. ايوا واحد الريحه الواحد دوك يفطر وخلاص. معاكم يلا زيد تحط هاد لاشونتي هذا بيان سور. هاي فوالا غادي من بعد نغسلهم. هنا تحب تغسل من بعد هاي لك الطريقه ومن تزيد لا فيتيس. شحال ندير؟ ديرها كامل لا فيتيس باش تطلع لك باسكو لاشونتي تستحق.
هكا واني نعس هكذا كوعس كنت تطلع عسي المتوب هاني عسى المتوب هكا وتفرجوا السيدات يعني نعس يدير باركينج اليوم تسمى يضربوا ديسار واع تسمى نشي قتل عملي يعني ملاح مانيش مآمن مش ايه كنت عصار هذا صاري ولا صح شفت شحال يسهلوا ابو يعاون هذا والله غير يعاون يلا نوروا في الكاميرا برك والله غير يعاون صح فوالا هيطلع يطلع موسينا حنايا زيدوا شويه ولا مازال لا لا مازال لا لا سي بون هنا طلعت لاموس ديالك تري بيان نذكر برك المشاهدين انه الفاكير الكتروميناجي راح يرافقنا طيله شهر رمضان وتعرفوا شحال يسهل عليك لا تاج وهذه راه بدات تعقد دونك دي يكون نروحوا حنايا الفاصل ونرجعوا باش نشوفوا الدغيساج تاع الياس كيفاش راح يكون ان شاء الله بقى لك غير دغيساج فاصل ونرجع ورجعنا لكم مشاهدينا دائما في تالنت كوك والدغيساج تاع الياس راه واجد بيناتنا الياس قول الصح عاونوك ولا عاونوني شويه بيان سور زعما ندير هذا كاع عاونوني شويه بصح الصح طياب والاخر صح البنه شافوا على المباشر ياك انا كنت نطيب ولا انت صح في البنه احكي لنا كيفاش كانت التجربه ديالك نهار اليوم والله غير تجربه رائعه راك تعرف الكلمه دي تاع رائعه ونزيد لك وسعيده كاع بيان والله راه عجبني الحال باسكو فهمت بلي نقدر نسلك راسي المره الجايه تمام شحال طيطحه نعم فهمت شحال يتعذبوا النساء في الكوزينه وي مساكن والله غير ربي معاهم الوالده ولا كاع النساء ويعطيهم الصحه وربي يقدرهم ان شاء الله انا ما كنتش سيغ انه الحلقه راح تدوز اليوم هكذا يعني بلا حاجه نوقف عليها ولكن صافا سلام لو كان ضربتي طالون صافيني هذا ما كان شكرا لك اللي كنت حاضر معنا عاود ذكر المشاهدين واش طيبت اليوم اليوم طيبت المتوم ودرت موس وشوكولا كوم ديسير فوالا يعني هو سان ديسير فيه اون بوتيت موس من الفوق مع المهم سلكها وخلاص كانت عاوناتو فريده حرحار طبعا اللي نحيوها ياسر ونشكرك اللي كنت حاضر معنا اليوم وما عندك كلمه اخيره للجمهور الله يتابع فيك الله يحفظك نشكرك انت ثاني على الاستضافه وهذه هي يعطيكم الصحه ونقول للمشاهدين صحه فطورهم وصحه رمضانهم ونتلاقاو في ساعات الخير برنامج عجبني وما ندمتش اللي جيت وشاركت فيه بريميرمون تعلمت فرين طيب ودوك تولي ما تخلعني شطيط حال حم اليوم بوزلوف دوك ندير تجربه بوزلوف كاع حنا دائما كالعاده مشاهدينا عندنا حق الملح تاع الضيوف تاعنا اللي يجوزوا معنا دونك هذا كان من عند دير ماكتيف كادو حنا مسميوه حق الملح بالك تنسى حق الملح تاع الوالده هذا العام بيان سور هذه راه ديالك ليها ويعطيكم الصحه ويكثر خيركم شكرا لك شكرا لك اللي كنت حاضر معنا وصحه رمضانك وصحه فطورك طبعا نشكر كل الفريق التقني قائم على هذا البرنامج نشكركم انتم مشاهدينا اللي تابعتونا نشكر ايضا لي سبونسور ديالنا اللي كانوا معنا النهار اليوم فاكير الكتروميناجي وديفاي طبعا اللي استقبلنا بلا ما نساو بيلا ميزون طبعا بور لي اكسسوار بور لي بور لا فيسيل وايضا بور لي اكسسوار وما نساش ايضا لي سبونسور ديالنا بدايه برامي طبعا بنتوميا لالا صالحه موندور وكاب دو فير وشكرا لكم انتم اللي كنتوا تابعتونا وشكرا ايضا النور اللي كانت معايا في الاعداد واشراف طبعا فهمه بن سعيد نتلاقاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه قدم لكم هذا البرنامج برعاية جوفامين مكملات غذائية ترافقكم في الجمال والصحة